لقد قلنا إذا شططا. السؤال الثاني اقرأ من قوله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. تجري مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن وترتيله وتجويده في الدورة الثانية عن بعد في ظروف جد جيدة وملائمة، وهذه التجربة الأولى من نوعها تقوم بها المؤسسة لما نعرفه من ظروف استثنائية تعيشها إفريقيا والعالم بأسره على إثر جائحة كوفيد-19. هذه المسابقة تتكون من ثلاثة فروع: فرع في حفظ القرآن الكريم كاملا بلغة ورش بالخصوص، وفرع في حفظ القرآن كاملا بباقي الروايات المختلفة والقراءات، وفرع في التجويد مع حفظ 5 أحزاب من القرآن الكريم على الأقل. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فبطبيعة الحال المسابقة تأتي في ظروف استثنائية، لكن بالرغم من ذلك الحمد لله الأمور تسير على ما يرام من ناحية تنظيم الجهود التي بذلت من قبل لجان التحضير، سهلت الأمور والتقنيات المتوفرة للتواصل عن بعد، كل هذه التقنيات وجهود المسؤولين والقائمين على هذه المسابقة وفرت ظروفا ملائمة لإجراء المسابقة كما ينبغي، كأننا في قاعة واحدة مع المتسابقين. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عند تقييم المتسابقين نعتمد على جودة الحفظ وحسن الأداء من حيث القواعد ومخارج الحروف وأحكام التجويد، وأخيرا نعتمد على جمال الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.